الإشكال الثالث أن الله تعالى أوحى إلى فاطمة، لأن هذا المصحف بوحي الله تعالى عبر جبرائيل إلى فاطمة. الوحي خاص بالأنبياء؟ نعم، وحي النبوة هذا خاص بمنه؟ بالأنبياء. أما عندنا وحي من نوع آخر. الدليل هو القرآن الكريم: وأوحينا إلى أم موسى. أم موسى كانت نبية؟ لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى. الحواريين كانوا أنبياء؟ حواريين، حواري عيسى كانوا أنبياء؟ ما كانوا أنبياء. الله تعالى يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فما في إشكال، الله أوحى إلى الحواريين، الله أوحى إلى أم موسى، الله أوحى إلى فاطمة.